نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. 15th para suratul kahf lesson number 151 at 9 to 26 inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا 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 إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ ينشر لكم ربكم من رحمته
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا من أمركم مرفقا من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فلن تجد له وليا مرشدا فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أيقاظا وهم رقود أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد باسط ذراعيه
الوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ولملئت منهم رعبا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم برزق منه
وليتلطف. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم. آوازیں آئی ہیں, اس کو نشان لگائیے اور پھر سے پڑھ کر سنائیے. انہم سے او یعیدوکم تک. او یعیدوکم فی ملتہم. ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا. ليعلموا أن وعد الله حق. ليعلموا أن وعد الله حق. وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. ربهم أعلم بهم. ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم. قال الذين غلبوا على أمرهم. غلبوا على أمرهم. غلبوا على أمرهم. لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت و
وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنين 300 سنين وازدادوا 9 وازدادوا 9 جی اب پڑھیے ولبثوا سے 9 تک ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 بارك الله فيكم قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض السماوات والأرض أبصر به وأسمع 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 ما لهم في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا الحمدللہ لیسن مکمل ہوا کچھ دو تین چیزوں کی تدبیق کر لیتے ہیں آیت نمبر 22 دیکھیے یہ کلمہ ہے قر ربی ملا سب کو کیا ہو رہا ہے یہاں پر ادغام ادغام ناقص ہو رہا ہے یہ ادغام تام ہو رہا ہے ادغام تام ہو رہا ہے پھر سے سب بتائیں گے کیا ہو رہا ہے قر ربی پر ادغام تام ہو رہا ہے کیسے پتا چلا ادغام تام ہو رہا ہے مدغم کی کوئی بھی صفت باقی نہیں ہے اور کون سا ادغام ہو رہا ہے یہاں پر
مثلین ہو رہے ہیں؟ نہیں. متقاربین ہو رہے ہیں یا متجانسین ہو رہے ہیں؟ لام اور را کا مخرج قریب قریب ہے, ٹھیک ہے. طرف اللسان ہے, اس کے باوجود دانتوں کا فرق ہے, اس لیے قریب المخرج میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ربی اعلم مت بن رہی ہے, کون سی مت بنے گی؟ سب جواب دیں گے, ایک مرتبہ پھر سے. اس کی مقدار کیا ہے؟ قصر اور توسط. ہم نے کون سی مینٹین کی ہے؟ توسط. اچھا, کیسے جانا آپ نے کہ یہ مد منفصل جائز ہے؟ دو کلموں میں بن رہی ہے, پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہے, گڈ. دوسرے کلمے کی ابتدا میں حمزہ ہے, گڈ جی. اسی آیت میں آگے ایک اور کلمہ ہے میرا ان, یہاں پر بھی مد بن رہی ہے. کون سی مد بنے گی؟ مد متصل واجب. اس کی مقدار کیا ہے؟ توسط. اور یہ کیسے پہچانا آپ نے؟ ایک کلمے میں بن رہی ہے اور حمزہ یعنی سبب مد اسی کلمے میں کب آ رہے ہیں؟ حروف مدہ کے فوراً بعد. گڈ, صحیح. اچھا, ابصر و اسمع آیت نمبر 26 دیکھیے. ابصر میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک کیوں پڑھیں گے؟ اس لیکن اس سے پہلے حروف مستعلیہ ہے, نہیں پڑھیں گے پر حروف مستعلیہ کی وجہ سے پر نہیں پڑھیں گے. ہم نے ایک کنڈیشن کون سی پڑھی تھی جس میں گرا ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو اس را کو پر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم جی. آپ آیت نمبر کھولیں گے 17, اس میں دیکھیے وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن, مل گیا سب کو؟ طلعت تزاور عن, یہاں پر تا اور تا دونوں آ رہے ہیں. طلعت تزاور عن دو کلمے کے درمیان کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ پھر سے بتائیے. ادغام تام اور ادغام مثلین. ادغام مثلین کیوں ہے؟ یہ مدغم اور مدغم فی کا مخرج اور صفات ایک ہی ہیں. اچھا, اس میں کوئی ٹائم لگے گا؟ طلعت تو بہت دیر تک رکنا ہو, ٹھیک ہے, گڈ. اور اسی طرح سیم ایک اور کلمہ ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کلمہ آیت نمبر 19 میں دیکھیے, بی وَرِيقِكُمْ, ٹھیک ہے, وَرَقِي نہیں ہے, کیا ہے؟ وَرِيقِكُمْ. اس کو اچھے سے سرکل کریں, اس میں غلطی نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. چلیں, وقت الحمدللہ مکمل ہو گیا ہمارا, دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.